عايز اقول لكم ان في انباء طلعت انه الكابتن حسام البدري قرر الاستغناء عن دومينيك. الحقيقه ما يعني ما استفادش بيه بالشكل الامثل، ما اعتمدش عليه الفتره اللي فاتت تقريبا في دقائق معدوده في ماتش الترجي في بعض المباريات بشكل معدود، لكن مش قادر يحجز لنفسه مكان رسمي او مكان بشكل اساسي في خط هجوم النادي الاهلي، فاصبح وجوده غير مقبول سواء دومينيك او كونان. يعني النادي لما بيشتري لاعب محترف، المفترض ان بيشتري لاعب محترف ويديله فلوس بالعمله الصعبه ويديله فلوس كتير جدا وكل الكلام ده عشان خاطر يبقى مفيد للنادي، مش عشان يقعد على دكه البدلاء. طب ما كان احمد شكري اولى انه يتسجل مكان دومينيك في كاس العالم للانديه مثلا، يعني او احمد صديق ما هو اولى انه يتسجل. طالما انا مسجل لاعب ومحترف واخده معايا وما يشاركش في ولا دقيقه، فمؤكد انه لاعب غير مؤثر او ملوش قيمه فنيه حقيقيه عند المدير الفني. فبدا يتردد كده انه كابتن حسام البدري قرر الاستغناء عن الاثنين بالفعل نهائيا، والبحث عن لاعبين اجانب جدد ينضموا للنادي الاهلي مع انطلاقه دوري ابطال افريقيا القادم. بتقال برضو انه الكابتن حسام البدري ادى ضوء اخضر في حاله رغبه محمد بركات او عماد متعب الرحيل عن النادي الاهلي في الفتره القادمه. فالكابتن حسام يعني ادى ضوء اخضر انه مش هيمانع هذه الرغبه في حاله انها خرجت من الاثنين. يعني بدأ يتردد انه متعب جاي له عرض من ليرس البلجيكي وانه ممكن يسافر ليرس، وان كنت انا اشك في ده، لكن في النهايه بيتقال هذا الكلام. ونفس الشيء بالنسبه لمحمد بركات، لدرجه ان بعض المواقع او بعض وسائل الاعلام شطحت كده ان بركات نادي الترجي التونسي محتاج ان هو يضم محمد بركات خلال الفتره القادمه، انما هو ده مجرد كلام. لكن الحقيقي ان الكابتن حسام ادى الضوء الاخضر في حاله ان الاثنين عايزين يرحلوا عن النادي الاهلي مفيش مشاكل، لكن في حاله ان هم بيرغبوا في الاستمرار برضه مفيش مشاكل مع النادي الاهلي. في نفس الوقت عشان اما اجي استغنى عن لاعب او اجي اقرر ان انا اترك عدد من اللاعبين وانا فريقي بطل او عندي بطوله مفيش بعد شهر ولا شهرين، ففكره ان انا افضل عندي مراكز شاغره غير مقبوله في هذه المواقف. عشان كده كابتن حسام على طول برضو ابلغ لجنه الكوره في النادي انه بيطلب التعاقد مع حارس مرمى. واحد يقول لي طب حارس مرمى ليه؟ مفيش شريف اكرامي وفي ابو السعود وفي احمد عادل عبد المنعم، يعني هو محتاج حارس مرمى. هل هيترك واحد من الثلاثة؟ ما اعرفش. محتاج لاعب خط وسط مدافع تعويضا طبعا لغياب حسام غالي. رامي ربيعة اتألق، لكن في النهاية محتاج خبرات في المركز ده. رامي ممكن اتألق مباراة اتألق اتنين، لكن مع ضغط المباريات مع الضغط النفسي والعصبي من الماتشات بتاعت البطولات القادمة ممكن مستواه يتأثر او يتذبذب. محتاج ايضا رأسي حربة، اتنين مهاجمين في الخط الامامي. ممكن يبقى في من انديه مصريه، يعني ممكن يبقى احمد مكي عبد الظاهر، يعني في عدد من المهاجمين المصريين في حاله الارتباك اللي موجوده في الكره المحليه ممكن يقدر دلوقتي سهل التفاوض مع الانديه المصريه لترك لاعبيها عكس الفتره اللي فاتت والدوري شغال. خلاص محمد نجيب رسمي اعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر، ولكن الجهاز الفني متمسك بوجوده. شفنا الدكتور إيهاب علي قال انه مش هيسمح ليه انه هيطلب من الجهاز الفني المنتخب مصر انه يترك المصابين، والجهاز الفني متمسك بوجود محمد نجيب ويجربه الفترة الجاية او يعالجه وهو موجود في الجهاز مع المنتخب مصر. عنده 3 مباريات طبعا منتخب مصر ودية، سواء قطر في نهاية الشهر او مباراتين مع كوت ديفوار وغانا خلال شهر يناير القادم. الاهلي ادى راحة بقول لكم اخبار الاهلي الاول، يعني الاهلي ادى راحة للفريق طويلة شوية وهيعود اول يناير للتدريبات مرة اخرى، وده يعني ان مفيش حاجة اسمها دوري. يعني الاهلي مدي راحة لغاية اول يناير، معناه ان كل الكلام اللي بنسمعه ان الدوري 30 ديسمبر كل ده هكس مش صحيح. يعني